السيد عباس، لأنه من الحين حين صار لي 3 أشهر ونص ما شفته، يعني ما أبغى شيء يعني. كل من أروح ليهم ما ينادى أناشد من الحين يعني. أناشد المنظمات إنه لازم تكشف لي عن مصير ولدي. فاضل ما مني يعني. أبغى أشوفه ولو مرة واحدة بس، لو مرة أشوفه خلاص تعبت. عاد حصار لي 3 أشهر ونص أبغى أشوفه. كل من أروح ليهم ساعات يقولون لي في الحوض، ساعات يقولون لي في النيف العدلية، يعني عاد تعبت خلاص أبغى أشوفه، بس أشوفه أرتاح شوي، تعبت.